شاءت الأقدار أن يكون لهذه القرية الصغيرة حكاية مع الصمود وعنوانا عريضا للبسالة والتضحية بوجه أعتى هجمة بربرية تتعرض لها قرى في ريف حماه الشمالي. فصمود أبناء قرية أصيلة التي استمد أهلها ثباتهم من اسمها بوجه برابرة العصر الذين سودت جرائمهم وجه الإنسانية والحضارة، قد خط لهذه القرية الصغيرة مكانة بين القرى والمدن التي ضربت مثالا في الصمود والفداء. نحن في بلدة أصيلة صامدون رغم كل ما تعرضنا له من هجوم، من قذائف الحقد والغدر من المجموعات الإرهابية الكافرة الحاقدة الجاحدة، والحمد لله صمدنا في وجههم بفضل همة وبطولة أبطالنا شبابنا. قريتنا قرية آمنة وهادئة، لكن العدو استخدم كافة أنواع الصواريخ والقذائف 130 والهاونات، وما زالت أصيلة صامدة بعون الله تعالى وهمة شباب الدفاع الوطني وقوات الجيش العربي السوري. بلدة أصيلة الوفية لأبنائها الذين ضحوا دفاعا عن كرامتها، تزين شوارعها وأزقتها بصور شهدائها الأبرار، صور تحولت إلى منهل للعز والكرامة وحافزا مستمرا لأبنائها لإكمال مسيرة الصمود والتحدي. قدمنا شهداء تقديرا لها الوطن ولقائد الوطن، مشان أطفالنا يدلوا بالمدارس ونحن نظل بأرضنا. إننا إذ نضحي بفلذات أكبادنا فإننا نقدمهم قرابين على مذبح الحرية، على مذبح الكرامة، على مذبح العزة، على مذبح الانتماء لأمتنا العربية وهويتنا السورية. أهالي القرية أثبتوا بمساعدة الجيش العربي السوري والقوى الرديفة أنهم شجعان وأنهم أبطال، وصدوا المسلحين ووصلت الاشتباكات لعدة أمتار، مئات الأمتار بيننا وبين المسلحين، وتصدينا لهم ورديناهم ودحرناهم، ورح نضل صامدين ورح نضل ثابتين بأرضنا. استشهد بابا فداء الوطن، فداء الوطن، فداء أرضنا. نحن ما طلعنا برا بيوتنا وبدنا نضل بالمدرسة حتى وضربوا علينا قذائف وصواريخ، نحن بدنا نضل بالمدرسة، بدنا نجتهد عشان نبني الوطن. ولأنها الأصيلة فمن الطبيعي أن تتعرض لوابل من قذائف الحقد والجهل والكراهية، إلا أن هذه القذائف لم ولن تثني أبناء هذه القرية من الصمود والبسالة دفاعا عن قريتهم، فقدموا مثالا لأصالة السوريين وتجذرهم بأرضهم ووطنهم. من قرية أصيلة بريف حماه الغربي للأخبارية السورية علي شحو.